شاف واحنا قاعدين دلوقتي واحنا قاعدين في استاد غزل المحله، شاف صور نجوم المحله طبعا. ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يديكم الصحه طبعا. ده تكريم للجيل ده. امال ايه؟ يعني ايضا كمان عشان اللعيبه وهي بتتمرن بتلعب الماتشات الجيل الحالي دايما يفتكر الجيل اللي حط الاساس لنادي غزل المحله طبعا. شعورك انت شايف دلوقتي تكريم غزل المحله او نادي غزل المحله، كابتن السياجي عبد الرحيم خليل عماشه وعماشه وعمر وعبد الدايم وابو اسماعيل ومحرز كلهم طبعا، ولطف الشناوي وطارق السياجي طبعا. الجيل ده طبعا. وبعدين النهارده اتفرج على التمرين وبنقول يا رب. انا طبعا دلوقتي بمرن كابتن عبد الحميد بسيوني، وده ان شاء الله مدرب كويس جدا، وان شاء الله يعني الفرقه هتنهض على ايده باذن الله. ان شاء الله باذن الله ونرجع لامجادها تاني. لان عبد الحميد بسيوني دوت وهو لعيب احنا انا كنت من ضمن الناس اللي هنجيبه المحل. ده لحضرتك. بس طبعا الحمد لله هو خد سكه الحمد لله تانية وربنا وفقه، لكن هو بنتمنى وعندنا فرقه كويسه. عندنا فرقه كويسه بالنسبه يعني ثلاثه لهم دور في في في, في الكيان ده تدريبيا. خالد عيد، عوده برضو الفتره اللي قعدهم وبعدين الكابتن عبد الحميد بسيوني دوت باذن الله على ايده باذن الله الفرقه هتبقى كويسه باذن الله. محله ترجع للامجاد تاني والمنافسه بشكل كبير باذن الله. السنه بقى كابتن حنفي، السنه الثانيه بعد سنه الفوز بالدوري بداتوا تدخلوا البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه برضو من الحاجات الحلوه اللي ما تتنسيش طبعا. استحاله هننسى لانها كانت سنه غريبه جدا طبعا. زمان في الفتره ديت يا كابتن اسامه ما كانش الاهتمام قوي باللعيبه اللي بيلعبوا على المستوى الافريقي. يعني لا فنادق هناك ولا مقابل ولا ولا ولا, صعبة. ولا 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 حاجه صعبه جدا جدا جدا. احنا مره كنا بنلعب فرقه في السيمي فاينال تاني سنه، نايمونا فين؟ ودونا في سجن. سجن بس ما فيهوش حد، فضوه ورحنا نمنا في السجن. وحوالين من السجن الجيش مسلح كل ده، وبعدين الناس طول الليل حوالين البتاع دوت ما نمناش ثانيه. وبعدين اثناء الماتش بقى اثناء الماتش حوالي كله جيش حوالين الملعب وعربيه مصفحه عشان تامين الفريق. وقال لك بعد المباراه بدقيقتين لو ما ركبتوش العربية المصفحة ما عندناش علاقة بيكم. تخيل، شوف الرعب بقى، رعب. ومفيش، واتغلبنا 3-2 ده السنة الثانية.